في الفيديو اللي فات عطينا الماكلة للمشيشة. الفيديو اللي صراحة أنا شخصيا عجبني وباقي غادي نعود إن شاء الله واحد بحال. والناس اللي تفرجوا في الفيديو كنا كنعطيو المشيشة دزنا واحد الساحة تاع الحمام بلنا الحمام واقف فواحد الحالة يرتلى. وعدتكم بأنني غادي نمشي عنده إن شاء الله وغادي نعطيه الماكلة. الناس اللي تفرجوا في الفيديو تاع المشاش راه عارفيني علاش كنهضر. واليوم إن شاء الله جات وقت الحمام غنمشيو عند واحد السيد نشريو الماكلة وغنديوها ليهم. نبداو. واش برادر كي داير صافا مزيان هادشي اللي بغيت لك انا. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله غنمشيو للساحة تاع الحمام اللي كاينة في كيليز فين كيكون الحمام الناس مراكش راه كاملين عارفينها. غنمشيو لتما غنعطيو القمح للحمام الله يطلع الفيديو زوين بحال تاع المشاش. ندوزو معاهم وقيتة زوينة ونشوفو في حالتنا ونشاركو معاكم الفيديو طاب. الو اول حاجة غادي نبداو بها هي ندوزو عند مول القمح نشريو ديك البركة تاع القمح اللي غادي نقدو عليها من بعد غادي نمشيو عند الحمام. وين الدراري السيد اللي كيبيع القمح ها هو شتو دابا داكشي ديك البركه اللي غادي نتيو نتحركوا على بركه الله. هاجو هذا هو القمح اللي غادي نتيو كيكون مخلط بهذا الشكل. وين شفت حاجه هذا كنا شي 6 كيلو. وين الدراري نتيو 6 كيلو عندنا يا موطور هي علاش غادي يقد نشوفوها كي جا واذا جا زوين ان شاء الله راه غادي نديرو غادي نزيدو الكميه ان شاء الله على بركه الله. ترينا عند هذوك الشرايبات والعلافات تاع هما عند التخريطه صافي. المهم الدراري راه يعبرنا 6 كيلو وقالنا راه عنده شي بقرات لداخل ندخلو نشوفوهم يعني. اللهم بارك كميه تبارك الله اللهم بارك زيد زيد بسم الله ذكر الله الخوي اللهم بارك تبارك الله تبارك الله اقرا يا ولد اللهم بارك كاين دجاج كاين كلشي اللهم بارك هانتوما كما كتشوفوا الخوت الدري راه دخلنا حتى لدار اللهم بارك اللهم بارك عندهم يقول تبارك الله اول مره كنشوف انا هادشي هذا تبارك الله الله يزيد ذكر الله الخوي الله ييسر لك على شرف ديالك الله يكبر الله يحفظك. دراري انا كاين الساحه كاينه القمح كاين ولكن اللي بياكل القمح ما كاينش تعطلنا دابا قرب يدوي المغرب صحابنا جبت لقى الحمام الساعه ديال الحمام الزنقه مشى ينعس. المهم الحمام ما كاينش غدا ان شاء الله مع ديك المهم الصباح مع ديك 10 11 12 بحال هكا غادي نكون هنايا حتى بيجي تفيق بالله باش تصور وغادي نعطيوه ان شاء الله وغادي نصورو فيديو ان شاء الله غادي يكونوا كثار. المهم غدا الصباح ان شاء الله نتلاقاو. اوكي الدراري حنا تسنينا 24 ساعة انتو شحال تسناو هما ما كاملاش نص ثانية ما عليناش الحمام ها هو الدراري كاين موجود القمح ها هو كاين موجود اش بان لك خالد نديرو شي بيعه وشريه على بركة الله الدراري نمشيو دابا نعطيو الحمية ما تياكل شكي جايين شكي جايين ضرب لي على منبر كاو توما في الجراطه دورهم بيا اوكي الدراري الحمام بان لي شبع عطيتهم هي نص ساعه الميكا بان لي تقريبا شبع طاحت عليا واحد الفكره غادي نرسمو لهم قليب غادي نشوفو واش غادي يشكلو ولا لا يلا نبدا ما كنعرفش نرسم قليب
اجي تشوف علاقة الفجر. عد بدو. ما يشكلك. يجي اليوم اللي نخرج على ال... ترسم شي واحد كبير وتصور من الفوق بشي درون بيجي واحد. سير خلي تشد شي حمام ماشي. اش انا مره كان بيجي تشد حمام ماشي وكان كذا. سير انا نصور. او واحد واحد رماجي بالريش حداك خالي شو كي داير؟ لا لا هو خالد بيشد. خالي انت كتكب اليوم القمح وسط القمحة صعب ماشي بيت صنع. خالد بالك بيت نتصور ايوا بالك ما تهجشني. اي لا شدها بالله. شوف لي. خلفية مليحة. سير يجي. تقريبا راه مشى نص صفيره ما بقاش كيما كان كلشي تقريبا مشى وكل وليداتو القمح راه باقي مشى كثير هنايا هادشي راه ما غاديش يضيع غدا ان شاء الله ولا غير العشيه راه غادي ياكلو الحمد لله حنا ملي ما جبناش كميه كبيره كون بقات لينا المهم هاد شويه مرة جاي اللي هاد الفريخ اكثر يا تاع هادشي يفرح الوالد راه مشاو يكبروا الوليد مشاو يوكلوا الوليدات نتاعهم على بركة الله دوزنا معهم وقيت زوين دراري الفيديو ضربت فيه يومين كما شفتوا ما لقيناش الحمام المرة الأولى رجعنا التلت لي عاد رجعنا عنده عاوتاني لقيناه دوزنا معهم وقيت زوين الصراحة الفيديو صراحة عجبني ضحكنا مع شي دراري صغار كاينين تما ما باش نصورهم معهم والديهم ضربنا تصويرات زوينين وقيت زوينة الحمد لله هادشي اللي بغينا وإن شاء الله غادي نتجمعوا أكبر تجمع الحلم تاعي هو نتجمعوا وعد شحال ما كانوا نتاع الدراري من القناة ولا من برا القناة ولا المهم نتجمعوا ونضوروا على مراكش كاملة إن شاء الله وعلاش لا نديروا الآخرين نديروا بزاف تاع الفيديوهات بحال هكا منا نخليو سوفونير زوينين منا نتهلاو في الحيوانات نتاعنا إن شاء الله مستقبلا تكبر القناة تولي كبيرة بزاف ونأسسوا إن شاء الله شي جمعية نتاع الحيوانات نتاع الزنقة كليبات الشيشات الحمام ولا نخاطروا مع شي جمعيه اخرى ان شاء الله خاص ان شاء الله يتكبر القناه الناس اللي كيبغيو الحيوانات بزاف بانوا في لي كومونتير نحسبكم نحسبوا شحال من عضو غادي يكون في الجمعيه عطيت تحمس تحمس عجبني الفيديو بزاف الو الدراري هنا نكون وصلنا للخر تاع الفيديو ما عرفتش الميستر واش وصلتو لكم مزيان ولا ما وصلتوش المهم انا كل ما بجهدي درتو ما بقى لي غير نقول لكم اللي عنده برادر شي حيوان يتهلا فيه ولا يعطيه شي شخص اخر اللي غيتهلا فيه بلا ما تجي تنوب وتعذب معاك حتى الحيوان انا نقول لكم هلا